يا وليد شد الحيل، يا وليد شد الحيل، إلا ما يخلص الليل، إلا ما يخلص الليل. يا وليد يا بطل، يا وليد يا بطل، اسمك هز المعتقل. يعني احنا ندعو لاستمرار هذا التضامن وهذا التفاعل، ندعو ايضا المؤسسات الحقوقيه والقانونيه وقيادات شعبنا ايضا السياسيه اينما كانت ان يعملوا بجد، ان تتضافر هاي الجهود كلها من اجل اطلاق سراح وليد والاسرى المرضى في السجون الاسرائيليه، وان لا يتركوهم فريسه فعلا للاهمال الطبي ولجريمه الاغتيال البطيء التي تتم بحق اسرانا في السجون الاسرائيليه. اننا فخورون بهم، واننا فخورون لاننا ننتمي الى شعبنا الفلسطيني واليهم، فخورون بنضالهم وان شعبهم ينتظرهم، وان قضيه الاسرى هي من القضايا الحارقه ومن القضايا التي وجب على سياسيين اينما كانوا ان يعالجوها وان يتعاملوا معها كقضيه سياسيه من الدرجه الاولى وليس كقضيه انسانيه فقط. هي قضيه مهمه بالضبط كقضيه الارض والمسكن والاقصى والقدس، لانها تعكس قيمه الانسان، فما بالك عندما يكون الانسان مناضل. فلذلك نحن نرسل بالتحيه الى كل اسرانا ونقول لهم ان شعبهم ينتظر. سنازين هبت أسر الحرية، يا فلسطين جاي جاي الحرية، يا فلسطين جاي جاي الحرية، يا فلسطين جاي جاي الحرية. علي علي الصوت، علي 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 الصوت، وعلي صوته لوالي، وعلي صوته لقادر، علي صوته لقادر. حرية حرية يا وليد الحرية، يا وليد الحرية، على الشارع ما تقول احنا 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 ايش الوقف الحرية، هو في الشارع يا زلمه. علي 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 الصوت، علي علي صوتك، علي 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 صوتك، ضلك يا شعبي بسكوتك، ضلك يا شعبي بسكوتك، وعلوا صوته لوالي، وعلوا صوته لوالي، يا أسير الكاهن، يا أسير الكاهن، واحنا من كم الكفاح، واحنا من كم الكفاح، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، مفتاح دم الشهيد، يا وليد يا بطل، اسمك هز المعتقل، حرية 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 حرية، ويا وليد.